مساء الخير. مساء الخير. اليوم بدنا نتأمل في قصة في الكتاب المقدس من سفر دانيال. بحب أطلب عشان في هنا عندي 3 كراسي فاضيين 4 5، بحب أطلب ناس من الورا يجوا قدام عشان إنه إن يشوفوا الآيات. بس واحد يجوا، حكيت بدي 3، مش راح أكمل، بدي 3 أو 4. إذا في ثلاجة مسموح ما تجوش. لا بتكون الصراحة مش جاي الهواء عندي، أنا مش جاي الهواء عندي. بس اليوم بمشيئة الرب بدنا نقرأ أصحاح كامل، اللي هو الأصحاح الثالث من سفر دانيال. عنوان هاي العظة هي من أي مملكة أنت؟ من أي مملكة أنت؟ الآيات واضحة؟ كل شايف؟ بس إذا مش شايف تعال قرب عندي عشان بعرفك أنت بتحب تشوف الآيات، أو ممكن تيجي. الأصحاح الثالث بدي أقرأه أول إشي، ممكن تتابعوا معي على الشاشة، وبعدين بدي أدخل فيه نتأمل فيه بشكل دراسي عشان نعرف إيش الله بده إيانا نعرف في هذا اليوم. نبوخذ نصر الملك صنع تمثالا من ذهب طوله 60 ذراعا وعرضه 6 أذرع، ونصبه في بقعة دوارا في ولاية بابل. ثم أرسل نبوخذ نصر الملك ليجمع المزاربة والشحن والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتنين وكل حكام الولايات ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. حينئذ اجتمع المزاربة والشحن مرازبة والشحن والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتونون وكل حكام الولايات لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ووقفوا أمام التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر، ونادى مناداة بشدة: قد أمرتم أيها الشعوب والأمم والألسنة، عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف، أن تخروا وتجردوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ومن لا يخر ويجرد ففي تلك الساعة يلقى في وسط أتون نار منتقدة. لأجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير وكل أنواع العزف، خر كل الشعوب والأمم والألسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. لأجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود وقالوا للملك نبوخذ نصر: أيها الملك، عش إلى الأبد، أنت أيها الملك قد أصدرت أمرا بأن كل إنسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف يخر ويجرد لتمثال ذهب، ومن لا يخر ويجرد فإنه يلقى في وسط أتون نار متقدة. يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل، شدرخ وميشخ وعبد نهو. هؤلاء الرجال لم يشعلوا لك أيها الملك اعتبارا آلهتك لا يعبدون، ولتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون. حينئذ أمر نبوخذ نصر بغضب وغيظ بإحضار شدرخ وميشخ وعبد نهو، وأتوا بهؤلاء 3 قدام الملك. فسألهم نبوخذ نصر: تعمدا يا شدرخ وميشخ وعبد نهو، لا تعبدوا آلهتي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبته؟ ف
فإن كنتم الآن مستعدون عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف إلى أن تخروا وتجردوا للتمثال الذي عملته، وإن لم تجردوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط أتون النار المتقدة، ومن هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ فأجاب شدرخ وميشخ وعبدنكو: يا نبوخذنصر، لا يلزمنا أن نجيبك على هذا الأمر. هو ذا يوجد إله الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك، وإلا فليكن معلوما لديك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. حينئذ امتلأ نبوخذنصر غيظا وتغير منظر وجهه عن شدرخ ميشخ وعبدنجو، وأمر بأن يحمى الأتون 7 أضعاف أكثر من ما كان معتادا أن يحمى، وأمر جبابرة القوة في جيشه بأن يوثقوا شدرخ وميشخ وعبدنجو ويلقونهم في أتون النار المتقدة. ثم أوثق هؤلاء الرجال في سراويلهم وأنقصتهم وأرديتهم ولباسهم وألقوهم في وسط أتون النار المتقدة. ومن حيث أن كلمة الملك شديدة والأتون قد حمي جدا، قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميشخ وعبدنجو. وهؤلاء 3 الرجال شدرخ وميشخ وعبدنجو سقطوا موثوقين في وسط أتون النار المتقدة. حينئذ تحير نبوخذنصر الملك وقام مسرعا وسأل مشيريه: ألم نلقي 3 رجال موثوقين في وسط النار؟ فقالوا: صحيح أيها الملك. فقالوا: ها أنا ناظر 4 رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. ثم اقترب نبوخذنصر إلى باب أتون النار المتقدة ونادى: يا شدرخ وميشخ وعبدنجو، يا عبيد الله الحي، اخرجوا وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبدنجو من وسط النار، فاجتمعت المزاربة والشحن والولاة ومشيرون الملك ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم، والشعر من رؤوسهم لم تحرق، وسواريهم لم تتغير، ورائحة النار لم تكن عليهم. فقال نبوخذنصر: تبارك إلى شدرخ وميشخ وعبدنجو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وأسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا أو يجدوا لآلهة غير إلههم. فمنا قد صدر أمر بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدنجو فإنهم يصيرون إربا إربا وتجعل بيوتهم مزبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبدنجو في ولاية بابل. أبانا السماوي، نعم يسوع، بنسبحك يسوع على رسالتك في هذا اليوم يسوع، نشكرك يسوع على كلمتك الحية يسوع. بالفعل يسوع نطلب يا رب منك أنك بالفعل في هذا المساء أنك تكلمنا برسالة من لدنك من الآن وإلى الأبد. أمين. عشان مش كلنا نعرف القصة، قرأناها عشان القصة كتير واضحة وكتير منا بعرفوها. السؤال في هذا اليوم: من أي مملكة أنت؟ لما بنفكر في القصة، بقصة شدرخ وميشخ وعبدنجو، احنا قرأنا من الإصحاح الثالث، في كمان قصص كثير في سفر دانيال ممكن الواحد يقرأ
يروح يقرأ سفر دانيال. بس لما الواحد بفكر بدانيال، فكر وين، من وين أجا دانيال؟ حدا بعرف من وين أجا دانيال؟ من السبي من أورشليم. هلأ بنحكي إحنا على تقريباً 600 سنة قبل الميلاد. كان في هناك ملك نبوخذ نصر، سوى ثلاث حملات سبي على مدينة أورشليم على القدس. كان في هناك دمار المملكة. كان في قبل، كان في مملكة شمالية اللي هي مملكة السامرة اللي تم دمارها سنة 722 قبل الميلاد. بس بعد تقريبا 120 سنة تم هناك سبي المملكة، مملكة يهوذا اللي كانت تضم، اللي كان فيها أورشليم وبيت لحم. فالملك نبوخذ نصر في بابل أول إشي ودى جيشه وسبى الهيكل. الهيكل في العهد القديم كان يشير إلى حضور الله على الأرض، وكان فيه أشياء كثير من ذهب. كانت الناس تقدم ذهب وقرابين، وكانت الناس تيجي كلها تسبح الله. فتم سرقوا الهيكل، بعدين سرقوا سبوا الناس الصغار بالعمر وعلموهم لمدة 3 سنين بكل حكمة الكلدانيين في العراق. بدانيال 1 بيقول عن الناس اللي طلعوا بهذا السبي على مدينة بابل، بيقول وكان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا. هدول أسامي الثلاثة، ثلاثة من مئات الناس اللي أخذوا للسبي. فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء، فسمي دانيال بلتشصر، وحنانيا شدرخ، وميشائيل ميشخ، وعزرا عبد نجو. فلما أخذوهم على بابل بدهم يحاولوا إنه يغيروا. معلش بس إذا في حكي يريد الحكي بعدين. أنا مثلاً عن الخصيان لما أنت بتمر وكانت تعرض لنا آيات كتير مش فاهمين ولا حاجة. أما أنا بحكي بإشي محدد، أنا بحكي بقصة ثلاث أشخاص كان اسمهم، كان اسمهم رئيس الخصيان، رئيس اللي كان هناك، رئيسهم. عشان تعرف الإشي لازم تقرأ، لازم تدرس الإصحاح الأول والإصحاح الثاني. أنا بحكي في قصة تحكي عن ثلاث أشخاص اللي هم من شدرخ وميشخ وعبد نجو، أوكي؟ عشان نعرف أكثر تفاصيل حكيت عن السبي اللي صار سنة 600 قبل الميلاد. كان في ثلاث مرات سبي، فهدول راحوا من أول مرة. أول مرة أخذوا كل الشباب اللي بين عمر 15 و17، أخذونهم على السبي عشان يمحوا الديانة اللي كانت عندهم، كمان غيروا أساميهم. ولكن هذول الثلاثة أو الأربعة هذول سووا تغيير جذري في التاريخ. بالأصحاح اللي قبله الملك نبوخذ نصر ملك بابل العظيمة شاف حلم كبير وفاء مزعوج. مش راح أحكي عن الحلم عشان هذا لحاله وعظة كاملة، فتركز معاي بتعرف كل إشي. حلم وأمر إنه بده يعرف شو هو الحلم وبده تفسير الحلم. كل الحكماء قالوا له طيب قلنا عقل ما فيها شو هو الحلم، قال لا بدكم تحكوا للحكم الحلم. وبدأ يقتل بالناس، بدأ يقتل بالحكماء تبعون بابل. بعدين لما وصل لدانيال حكى له، دخله على الملك حكى له الحلم وحكى له تفسير الحلم. وهذا انا بتذكر في كلية الكتاب المقدس سويت بحث كامل عن التمثال اللي مذكور باصحاح 2، بحث شيء كثير حلو، والبحث عندي ممكن اعطيك اياه تقراه. فنبوخذ نصر بعد كل اللي شافوا انه الانسان هذا دانيال كان جاي من السبي،
فسر له الحلم اللي شافه في منامه، فسر له تعريفه بأصحاح تاني بيقول حينئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل فبارك دانيال إله السماوات. أجاب دانيال وقال ليكن اسم الله مبارك من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما، هو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور. إياك يا إله أبائي أحمد وأسبح الذي أعطاني الحكمة والقوة وعلمني الآن ما طلبناه منك لأن أعلمتنا أمر الملك. دانيال بكل يعني قديش كان مفتوح لا عشان يستقبل من الله، الله كشف له شو هو الحلم. الحلم اللي بقرأه تفسيره معقد كتير، بحكي عن ممالك وبحكي كمان عن الدولة الرومانية اللي كانت بالقرن الأول، بحكي عن الممالك كلها وفسرها تفسير حرفي. فنفس الملك سجد لدانيال ورفع دانيال وخلاه تاني إنسان في المملكة، وكمان دانيال كمان عين ثلاث أشخاص اللي هم من شدرخ وميشخ وعبد نجو، عينهم هم من يكونوا مساعدين له في ولاية بابل. دانيال 2 بعد ما عرف كل هاي تفسير الحلم حينئذ خر نبوخذنصر على وجهه وسجد لدانيال. تصوروا ملك الملوك كان، كل الناس كانت تسجد للإله اللي للتمثال اللي سواه نبوخذنصر، ولكن نبوخذنصر نفسه سجد لدانيال وأمر أن يقدم له تقدمة وروائح سرور. فأجاب الملك دانيال وقال حقا أن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار. الملك نبوخذنصر اعترف أن الإله الحقيقي هو إله دانيال، بس مرات أن الإنسان الواحد بنسى، وهذا ملك نبوخذنصر ملك كبير كبير نسي، وبعدين راح في الأصحاح الثالث وسوى إيش؟ سوى تمثال عظيم، سوى تمثال عظيم وأمر كل الناس تسجد لهذا التمثال. طب يا نبوخذنصر ما أنت عرفت إنه الإله الحقيقي هو إله دانيال، كيف في لحظة تغيرت كل شيء وتذكرت الحلم وتذكرت التمثال ورحت أنت بنيت تمثال من ذهب وأمرت كل الناس تعبد هذا التمثال؟ مرات كثير إنسان بنسى إيش الله سوى معه أشياء كثير. بقول نبوخذنصر سوى تمثال وطلب من الكل، بديش أفوت بالقصة بالتفصيل، ولكن السؤال اليوم، سؤال العظة اليوم، من أي مملكة أنت؟ هل أنت من مملكة نبوخذنصر، من مملكة إبليس، أم أنت من مملكة دانيال أو مملكة الله؟ لما يعزفوا كل الآلات كل الشعوب مفروض أنه تدخل وتسجد لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذنصر، واللي ما بجد يلقى في أتون النار. عدد 11 يقول ومن لا يخر ويسجد فإنه يلقى في وسط أتون النار. أجوا الرجال اللي هذول رجال من بابل، هذول رجال عندهم غيرة، هم غيرانين، كيف دانيال هذا اللي جاي من بلد تاني، بلد مسبية، هو الإنسان هذا الإنسان تاني واحد من المملكة، وشدرخ وميشخ وعبدنجو هذول ناس مسبيين، كيف هذول وصلوا لإيش كتير؟ فهم كمان لعبوا في مخ نبوخذنصر ممكن عشان يعمل تمثال، وكل هدفهم
انه يقضوا على المسبيين، مش عارفين انه المسبيين هم من بعبدوا الاله الحقيقي. عشان هيك لما اجوا للملك قالوا له بعدد 12 بقول هؤلاء الرجال مش لم يسجدوا للتمثال، لم يجعلوا لك ايها الملك اعتبارا ولا قدموا لك اي احترام. آلهتك لا يعبدوها، ولتمثال الذهب الذي نصبته لا يسجدون. مش حكوا انه كل الناس سجدوا ولكن هدول ما سجدوا، حكوا لا، هدول الرجال ما حسبوا لك حساب، يعني انت ولا اشي بالنسبة لهم. ايش صار في الملك؟ اختص، عصب، انا الملك، انا اللي سويت هذا، انا اللي امرت، انا من هدول. نداهم نبوخذنصر قال لهم خلينا ناخذ القصه شوي شوي. هل تعمدا، هل يعني بالغلط يا شدرخ وميشخ انه انتم ما بتسجدوا للتمثال اللي انا نصبتم؟ واذا هل انتم مستعدين انه لما تسمعوا صوت الموسيقى تسجدوا؟ هل انا بدي اعطيكم فرصه جديده؟ بفكر حاله انه هو بالفعل الملك الكبير. شوفي هون بعدد 16 بقول فاجاب شدرخ وميشخ وابدنغو، عاده بيحكوا لما بيحكوا مع الملك بيقولوا عش ايها الملك، التحيه يعني اول شيء بقول يا نبوخذنصر، قاموا بالتحيه، قاموا احترام الملك، قاموا اي شيء كل شيء ونادوه باسمه يا نبوخذنصر. لا يلزمنا، ما فيش إلنا حاجة عن عشان نجاوبك على هذا الإشي، عشان يوجد إلهنا الذي نعبده في عدد 17 يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. يا ملك إحنا عنا إله، والإلهنا قادر أنه ينقذنا. تصوروا هذول الناس، هذول الثلاثة كانوا داخلين على الموت. بعد 18 بقول وإلا فليكن معلوما لديك أننا لا نعبد آلهتك. في قرار أنه إحنا مش راح نعبد الآلهة اللي أنت سويتها ولا نسجد لتمثال الذي نصبته. ما فيش ولا أي مجال للمساومة. إلهنا في السماء بنعبده، إلهنا بسمعنا، إلهنا بخلصنا. إذا إلهنا قادر أن يخلصنا، إذا إلهنا خلصنا خلصنا، إذا لا نروح شهداء فدا يسوع المسيح. عصب أكثر الملك وحكى وأمر بتحمات أتون النار سبع أضعاف، سبع أضعاف. حمل أتون من كثر ما هو هايش، حمل أتون سبع أضعاف. وأمر جبابرة القوة في جيشه، الناس الكبار يعني أكبر ناس عنده، أكثر ناس عندهم عضلات في الجيش، أجوا ربطوهم بحبال، أوثقوهم كثير منيح للثلاثة ورموهم. كل واحد رمى واحد، كل واحد واحد رمى شدرخ، والثاني أجا رمى ميشخ، والثالث أجا ورمى عبدنغو في أتون النار، والثلاثة ماتوا، اللي رموهم ماتوا. جبابرة البأس تبعت نبوخذنصر من حم، من حم الأتون النار أكلتهم، قربوا كثير عن هذا، رموا ثلاثة. إيش النار سوت؟ النار بتأكل كل إشي مثل ما بيحكوا، مظبوط؟ النار أكلت القيود اللي كانت مربطة بين شدرخ وميشخ وأبدنغو، وكانوا بتمشوا وقاموا بعد ما القيود سقطت، قاموا وكانوا يتمشوا في أتون النار مع واحد رابع. اوكي، نبوخذنصر قرب يشوف كيف ماتوا، وطلع على اللي حواليه بيقول ألم نلقي ثلاث رجال موثوقين في وسط الأتون؟
مظبوط احنا كان في ثلاثة احنا رمينا ثلاثة مظبوط؟ قالوا له صحيح ايها الملك. فقال ها انا ذا ناظر اربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر. ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. لما ندرس باللاهوت بنشوف انه الرابع هو مين كان؟ كان يسوع المسيح ما قبل التجسد. في ظهورات للمسيح ليسوع المسيح ما قبل التجسد، وهذه واحدة منهم انه يسوع المسيح ظهر معهم وتمشى في وسط اتون النار. هل انت مرات بتشعر حالك في مشاكل وكثيرة وكأنه كل الناس ضدك، كأنه أنت في أتون نار؟ هدول الثلاث فتية في وسط أتون النار، في وسط العاصفة، في وسط كل المشاكل اللي عمالة بتصير حواليك، في وسط أنه بتفكر أنه أنت داخل على الموت. ولكن الله يسوع المسيح، يسوع المسيح بيكون معك، بفك القيود، بحرق القيود. وانت في اتون النار انت بتكون في جنة، وانت في اتون النار وانت في المفروض انت تكون في موت، ولكن انت انتقلت من موت الى حياة. اتون النار جنة، بتمشي بتمشوا ولا هنمهن اشي، مرتاحين، اتمتعوا، شافوا يسوع المسيح، شافوا الله المتجسد. نبوخذ نصر الناظر أربعة رجال، ناظر شبيه بابن الآلهة. طب شو عرف نبوخذ نصر إنه هذا ابن الآلهة؟ ما هو عنده خبرة، كان بسوي تماثيل، كان بسوي آلهة، ببيع تجارة، بسوي كان توريد من بابل للعالم كله، كان هو قائد في القصة هاي. ولكن هو شاف إشي حقيقي، قال لهم يا عبيد الله، قال لهم يا شدرخ، هذا 26 وميشخ عبدك، يا عبيد الله العلي. طب كيف عرف؟ هو كان عارف قبل، عشان بالأصحاح اللي قبله عرف دانيال، ودانيال فسر له الحلم، عرف انه هدول من جماعة دانيال، من جماعة، من مملكة، من مملكة دانيال، مملكة الله. في هناك مملكتين في العالم، مملكة السماء، مملكة الأرض، مملكة الله ومملكة الشيطان. من أي مملكة أنت تنتمي؟ بعدد 27 بيقول لم تكن للنار قوة على أجسامهم. النار ما كان إلها قوة على أجسامهم، والشعر من رؤوسهم لم تحترق. تعرفوا أنه يسوع لما حكى ما فيش حدا بمسكن، وشعر من رؤوسكم لا تسقط إلا بحلم الله، كان بشير بهذه لقصة دانيال، لقصة الفتية الثلاثة. ما فيش ولا أي إشي ممكن يصير إليك إلا بسماح من الله. ممكن إنك تفوت أتون النار، ممكن كانوا رايحين على الموت، ولكن الله أنقذهم. هل أنت شعر حالك في الموت؟ ممكن أنت في أتون النار ولكن لسه مش شايف يسوع. استنى ممكن في النار أنه تحرق هاي القيود. ما عليك إلا ترفع قلبك إلى قلب الله وتطلب تدخل إلهي في هذا اليوم، في هذا المساء. يا ريت كلنا نحن رؤوسنا في الصلاة ونأخذ القرار القوي واللي بيقول إنه أنا أنتمي إلى مملكة الله، أنا أنتمي إلى مملكة دانيال، أنا أنتمي إلى مملكة السماء.
نعم يا يسوع، نبارك اسمك القدوس، نسبحك. يسوع نحن نعلن أنك أنت هو السيد يا يسوع، ما فيش إله غيرك مخلص يا يسوع. نعم يسوع نعطيك يا رب كل المجد يسوع، بنسبحك يا يسوع، نثق يا رب أنك قادر أن تحل القيود يا يسوع في هذا اليوم يا يسوع. نهلم يا رب، نطلب تحريرك يا يسوع. هللويا، تعال يا يسوع، تلامس يا يسوع مع القلوب المحتاجة إليك يا يسوع. ممكن يا رب في ناس هون في أتون النار يا يسوع، ولكن أنت هو المخلص يا يسوع، أنت هو الحامي يا يسوع، أنت هو المحرر يا يسوع. هللويا، نسبحك يا يسوع، نبارك اسمه القدوس. هللويا، نباركك، نباركك يا يسوع. هللويا، أنت هو المخلص. هللويا، بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك وهاني بطول العمر. بالحكمة انت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك وهاني بطول العمر. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا الكلام، عالوا إيدك قديرة، قلبك مليان حنان. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا الكلام، عالوا إيدك قديرة، قلبك مليان حنان. صالح انت ومحسن، صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر. صالح انت ومحسن، صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر. مهما الظروف تعاني وإن مرت أزمان، تفضل بتكد وساند في أصعب الأوقات. مهما الظروف تعاني وإن مرت أزمان، تفضل بتكد وساند في أصعب الأوقات. مهما المشهد ضاق، كله بأمرك يصير، دي وعودك مش كلام. ما بتدي إلا الخير مهما المشهد ضاق، كله بأمرك يصير، دي وعودك مش كلام. تفاصيل العمر عندك حسبها بالإتقان، حياتي هي ملكك، حبك أفضل ضمان. تفاصيل العمر عندك حسبها بالإتقان، حياتي هي ملكك، حبك أفضل ضمان. تشوفك ويتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك، وفي إيدك السلطان. الدين عينين تشوفك ويتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك، وفي إيدك السلطان. يا حبيبي ساعدني أشكر، أسلم وأستريم وأخضع لك
ربي واصبر، انت حكمك صحيح يا حبيبي، ساعدني اشكر اسلم واستريح واخضع لك ربي واستر، انت حكمك صحيح. يتبعني خير ورحمه دايما وفي كل يوم، اجلينا احسن ورحمه قومي دوما يلوم. يتبعني خير ورحمه دايما وفي كل يوم، اجلينا احسن ورحمه قومي دوما يلوم. وانا تايه بتراقبني وبتردل كل ضعفي، تشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. وانا تايه بتراقبني وبتردل كل ضعفي، تشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. خلينا كنا بالفعل بروح الصلاة. قل بالفعل يسوع، تعال يسوع اشفيني يسوع، تعال يسوع خلصني يسوع، تعال يسوع كن معي يسوع في أتون النار يسوع، تعال وامشي معي يسوع، خليني يا رب أتمتع بحضرتك في أتون النار يسوع. أنا بحاجة إنه أشعر بقوتك يسوع، أنا عشق، أنا بدي إنه أشعر بقوة إيدك يسوع. نعم يسوع هاللويا، نسبحك يسوع، نبارك اسمك القدوس من الآن وإلى الآن وإلى الآن. نطلب الأخبار الآن كلنا كلمة بركة الختام. نعم يا رب، نشكرك من أجل هذه الكلمة يا رب، مكتوب لا سامعين ولكن عاملين بالكلمة. يا رب أعطينا يا رب أنه نعمل حسب كلامك يا رب، ونطبق كلامك في حياتنا يا رب، ونعيش كلامك يا رب. أنا أصلي يا رب في هذه اللحظات من أجل بناتك وأولادك الموجودين يا رب، بركي على حياتهم يا رب، باركهم، كن معهم، شددهم، احفظهم، احميهم من أي شر وشبه شر، من أي أمراض، مخاطر، حوادث، كوارث أو أي بلاء. احمي بيوتهم ممتلكاتهم باسم الرب يسوع يا رب. أصلي يا رب إنك تستخدمهم لمجدك ولملكوتك يا رب، املأهم بروحك القدوس يا رب، خدهم إلى عمق جديد معاك يا رب، إلى مستوى جديد يا رب. يا رب أنا أصلي يا رب بالفعل يا رب إنك يا رب تجعل منهم آلية خزفية صالحة لمجدك يا رب ولملكوتك يا سيد. يا رب أصلي يا رب نجل هذه الكنيسة يا رب، إنك تبارك هذه الكنيسة، تبارك كل عضو في هذه الكنيسة يا رب، تستخدم كل عضو حتى اسمك المجد. والآن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الآب وشركة الروح القدس تكون معكم جميعا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اذهبوا بسلام المسيح. آمين.